أنا أواظب على أداء الصلاة في أوقاتها والحمد لله، ولكني أردت أن أصلي القضاء عما تركته في مرحلة الصغر، بمعنى أنني أصلي صلاتين في كل وقت، فهل عملي هذا صحيح؟ إذا كان غير ذلك فماذا يجب علي فعله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. إن كان قصدك في مرحلة الصغر ما قبل البلوغ، في هذه الفترة ليس عليك صلاة واجبة ولا قضاء عليك. أما إذا كان قصدك ما بعد البلوغ وكنت تترك الصلاة بعد البلوغ متعمدا، فالصحيح من قولي العلماء أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر، نعم. وإذا تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وواظب على صلاته فإنه لا يجب عليه قضاء ما فات في حالة تركه الصلاة متعمدا، لأنه حين ذاك ليس على الإسلام على الصحيح، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وأدلة أخرى في الموضوع. الحاصل أن الذي يجب عليك فيما نرى هو التوبة إلى الله عز وجل والملازمة على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، وهذا يكفر ما مضى إن شاء الله. نعم. في حالة وجوب القضاء على الإنسان في غير هذه الحالة مثلا، هل تكون طريقة القضاء كما ذكر أخونا هذا بأن يصلي كل صلاة أو قضاء كل صلاة بعد فريضتها أو مثيلتها؟ إذا فاتت عليه صلوات تركها غير متعمد، نعم. فلما لو كان نائما مثلا أو مغمى عليه أو غائب العقل لفترة ثم بعد ذلك أراد أن يقضي ما فات، فإنه يقضي على الفور ولا يؤخر كل صلاة إلى نظيرتها كما يفعل بعض العوام، نعم. لأن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله إذا ذكرها دليل على أن قضاء الصلوات الفائتة على الفور، فيصليها مرتبة حسب الترتيب الشرعي ولكن على الفور، ولا يؤخرها كما ذكر من أنه يصلي كل صلاة مع نظيرتها، هذا خطأ. نعم.